الوسيط الأفريقي يعلن توصل الانتقال والحرية لاتفاق بشأن الوثيقة الدستورية. قوى الحرية والتغيير تتوقع التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاق الوثيقة خلال 48 ساعة. والجبهة الثورية تتهم قوى التغيير بإقصاء ممثليها وتطالب بتضمين اتفاق أديس أبابا. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان اليوم، والتي تتضمن إلى جانب نشرة الأخبار موجز اقتصادي وآخر رياضي. أما الاقتصادي فسيقدمه الليلة مصطفى بكري. وفي الأخبار الاقتصادية، تجار العملة يحجمون عن عمليات بيع الدولار عقب اكتمال الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. كما نتابع في ملف دارفور، قوى سياسية في شمال دارفور ترحب بالاتفاق بين قوى التغيير والمجلس العسكري. أما في فقرة أفكار وخبرات، نتناول المشكلات المتلاحقة التي تواجه خدمات الحج والعمرة وكيفية تفاديها خلال موسم حج هذا العام. مرحبا بكم، إلى التفاصيل. أعلن الوسيط الأفريقي محمد حسن واللباد توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق كامل حول الوثيقة الدستورية. وأوضح واللباد في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم عقب جلسة مفاوضات امتدت لأكثر من 5 ساعات، أنه سيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع عليه في احتفال كبير. وأكد أن الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع النهائي الأحد القادم. وأعلن الوسيط الأفريقي في وقت سابق قطع شوطا كبيرا في التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير، مؤكدا عقد جلسة أخرى مسائية الجمعة لاستكمال المفاوضات. لقد اجتمع وفد إعلان الحرية والتغيير ووفد المجلس العسكري الانتقالي هذا المساء مواصلة لعملهما حول الوثيقة الدستورية، وإنني لسعيد جدا باسم الوساطة الإفريقية وباسم الوفدين المتفاوضين الموقرين أن أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري، وأنهما يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء إخوته في إفريقيا وأصدقائه في العالم.